عدد المصابين بالكوفيد 19 يتضاعف كل 3 أيام في بعض دول العالم. الأنظمة الصحية سوف تكون في حالة ارتباك بسبب أعداد المرضى ولا تستطيع تقديم الخدمات الصحية المطلوبة. رسالة من منظمة الصحة العالمية WHO للدول: الفحص الفحص الفحص. إن الفحص وعزل الحالات المصابة وتعقب الأشخاص الذين تواصلوا مع الحالات المصابة هو الحل لمنع انتشار الوباء الكورونا فيروس.